بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي في شرح المحاضرة الأولى من برنامج الإكسل. زي ما احنا ابتدينا نتعامل مع برنامج الوورد من خلال الإندكس البسيط، هنتعامل دلوقتي مع برنامج الإكسل من خلال الإندكس البسيط اللي موجود قدامنا. والإندكس ده زي ما اتكلمنا بالظبط في برنامج الوورد، إن هو مغطي برنامج الأيس ديل. نفس الشيء برضك بالنسبة للإندكس اللي موجود قدامي حاليا، هو اللي بيغطي برنامج الأيس جزئية الأيس ديل بالنسبة للإكسل. في البداية طبعا بيقول لي انت لازم تكون عارف ايه الفرق بين حاجة اسمها الورك بوك والورك شيت. طبعا احنا اتكلمنا ان انا عندي حاجة اسمها البوك اللي هو دفتر العمل بالكامل، اللي هو مثلا دلوقتي البوك الحالي اسمه صدرة، لكن عندي في نفس الوقت البوك بيحتوي او بيشمل اكتر من شيت، زي ما احنا ملاحظين كده شيت 3 شيت 2 شيت 1. يبقى هنا البوك دفتر عمل بالكامل، لكن الشيت ورقة واحدة جوه بوك بالكامل. وطبعا زي ما احنا بنقول كده البوك ينفع يحتوي اكتر من شيت، يعني مثلا هنا كعدد افتراضي 3 ممكن اقدر اعمل 4 و5 و6 الى اخره. كمثلا كمثال بسيط ضغطت رايت كليك وقلت له انسرت، عملت دلوقتي فعلا شيت اسمه شيت 4. نرجع تاني لشيت 1، هنعمل مثال بسيط جدا يا جماعة. دلوقتي هنعمل عملية انسرت او اضافه لمجموعه من البيانات. هنعمل مثال خاص ببيانات موظفين، رقم الموظف واسمه والمرتب بتاعه والخصم اللي بيحصل عليه الموظف والمرتب بعد الخصم. هنبتدي فعلا نعمل عمليه اضافه البيانات. عشان اعمل اضافه للبيانات طبعا هضيف في الخليه، هضغط الاول سيلكت في اي خليه وليكن الخليه A1 وابتدي اعمل فعلا عمليه اضافه البيانات. هقول له في الاول رقم الموظف، زي ما احنا ملاحظين كده كتبت فعلا مجموعة البيانات، رقم الموظف والاسم والمرتب والخصم المرتب بعد الخصم. دلوقتي رقم الموظف وليكن 1، الموظف اللي تحتي 2. عندي بقى خاصية جميلة جدا البرنامج بيديهاني، خاصية اسمها الاوتوفيل. والمقصود بكلمة الاوتوفيل دي الملي التلقائي. انا دلوقتي 1 وبعد كده 2، معناها ان انا كل مرة بزود 1، يبقى انا اقدر اخلي البرنامج هو اللي يعمل عملية الاديشن دي او عملية الاضافة بعد رقم الاتنين. لو جيت دلوقتي فعلا عملت 1، علمت على الخلية رقم 1، اضغط برضك باللفت كليك وافضل ضغط وعلم على الاتنين، يبقى انا كده فعلا محدد للبرنامج ان انا كل مرة بزود 1. وشايفين النقطة اللي موجودة قدامي دي اسمها نقطة الاوتوفيل. هقف عليها بالماوس لحد الماوس يقلب بالشكل اللي قدامي ده، هضغط كليك شمال مع السحب لتحت، يبقى كده فعلا البرنامج عمل لي عملية الاوتوفيل. ممكن استخدم الاوتوفيل دي مثلا اقول له 2 وبعد كده 4، يبقى انا كده كل مرة بزود رقمين 2 4. هو برضك بنقطة الاوتوفيل واسحب، اقدر برضك اعملها اعداد فردية 1 3 وعلم على اول خليتين وبعد كده اسحب بنقطة الاوتوفيل. اقدر برضك نفس الشيء 3 6، يبقى انا كده عرفت البرنامج اللي انا بزود كل مرة 3. أبدأ عملية السحب، البرنامج كده فعلا كل مرة هيضيف لي 3. ممكن استخدم الخاصية دي كحاجة بسيطة مثلا زي يوم السبت أو يناير وفبراير وهكذا. ممكن أقول له دلوقتي كده شهر يناير، لو سحبت دلوقتي حاليا بالأوتوفيل هلاقي إن البرنامج هو هنا البرنامج مش مضاف فيه اللغة العربية. لو كانت مضافة كانت تنزل يناير فبراير وهكذا. هكتب له جانيوري، لو سحبت دلوقتي بنقطة الأوتوفيل فبر مارش وأبريل إلى آخره. ممكن أقول له ساندي أو ماندي، لو سحبت نقطة الأوتوفيل هلاقي إن البرنامج كمل لي بقية أيام الأسبوع. زي ما احنا ملاحظين كده. وطبعا بعد ما يخلص الاسبوع نفسه الفرايداي هيبدأ من ساتردي.
ده كمثال بسيط أوي للأوتوفيل أو المريض التلقائي. هنعلم دلوقتي على البيانات اللي احنا كاتبينها عشان نمسحها. هضغط كليك شمال وافضل ضغط مع السحب على الرينج بالكامل. هقوله ديليت من الكيبورد، يبقى فعلا كده عمل لي عملية حذف. طب ليه ما بضغطش مثلا سي مثلا عايز الغي الصف رقم 7 ده او الغي رقم 7؟ لو جيت هنا وضغطت ديليت يبقى انا كده فعلا بمسح الكتابة اللي موجودة جوه الخلية. لكن لو عملت رايت كليك وقلت له ديليت وقلت له اوكي، يبقى كده مش بيلغي بس الخلية، لا ده بيلغي الصف بالكامل. كمثال بسيط زي كده، لو جيت رايت كليك وقلت له ديليت كده فعلا لغى الصف بالكامل. لكن لو عايز امسح بس الكتابة هدوس ديليت. يبقى ده الفرق عندي من الديليت والرايت كليك ديليت. هقول له ديليت. هنعمل في المثال بتاعنا ده هما مثلا 3 موظفين. الموظف رقم 1 مثلا وليكن اسمه محمد، الموظف رقم 2 ياسر، الموظف رقم 3 مهند، المرتب هنقوله ممكن هنا 1000، ممكن 1500. يبقى انا كده اديت للبرنامج، ممكن اعمل اوتوفيل، انا زودت 1000 وبعد كده 500. لو عايز اخلي البرنامج يمشي بنفس الترتيب يبقى الرقم الجاي مثلا 2000 2000، لو نزلت على تحتيه 2500 وهكذا. هقول له مثلا ماشي اوكي 1000 2000، الخصم مثلا 1 مخصم له 100، اللي تحتيه مخصم له 50. لو جيت دلوقتي علمت على 100 وبعد كده 50، معناها ان انا بقول للبرنامج ان انا كل مرة بنقص 50. لو سحبت بالاوتوفيل هلاقي ان الرقم التالت 0. المرتب بعد الخصم زي ما احنا ملاحظين كده ان دلوقتي خانة المرتب بعد الخصم ما بتحتويش الكتابات اللي جواها. هستخدم خاصية اسمها اوتوفيت. خاصية الاوتوفيلت دي معناها بقول له خلي الخلية تشمل جميع الكلام اللي جواها، ما تخليش فيه كلام بره الخلية او الخلية تكون اكبر من الكلام. هضغط هنا على خط الفصل ده دبل كليك. زي ما احنا لاحظنا كده احنا عملنا كده فعلا خاصية الاوتوفيت. طب اقدر اجيبها منين؟ اقدر برضك اجيبها من قائمة فورمات. هنا انا عايز اعمل عملية اوتوفيت الكولم، هضغط على حاجة اسمها كولم واقول له حاجة اسمها اوتو فيت سيلكشن. فورمات كولم اوتو فيت سيلكشن، لازم طبعا اكون عامل سيلكت عليه الاول. طب انا دلوقتي محتاج اعمل عملية المرتب بعد الخصم، هقول له ايكوال. طبعا احنا اتفقنا ان انا ممكن اكتب الخلية بشكل يدوي سي مثلا 2، وممكن اضغط كليك اوفر على نفسي واخلي البرنامج هو اللي يكتبها لي. ناقص الخصم انتر. زي ما احنا ملاحظنا كده ان المرتب بعد الخصم طلع 500. اقدر اعمل عملية سحب بالاوتوفيل، ودي بقى خاصية او الميزة الكبيرة جدا في الاوتوفيل، اللي انا بقدر اعمل عملية نسخ للمعادلة نفسها. لو سحبت كده بالاوتوفيل زي ما احنا لاحظين كده ان هنا دلوقتي المعادلة بتقول لي C2 في الفورمولا بار C2 ناقص D2. طب الخلية اللي تحتيها هي نفس المعادلة بس هتنزل الرقم، بدل C2 هيبقى هنا C3، وبدل ما كان هنا عندي حاجة اسمها D2 بقى عندي حاجة اسمها D3. طب لو بصيت على اللي تحتيها C4 ناقص D4. يبقى زي ما احنا شايفين كده بقدر من خلال خاصية الأوتوفيل اللي انا اعمل عملية نسخ للمعادلة. ممكن ادي مجموعة color، هاجي هنا اقول له في الكلر هديله لون محدد، والفونت كلر هخليه مثلا باللون الريد. هنشوف دلوقتي خاصيات اللي هي الكلير او المسح. احنا اتفقنا طبعا ان انا اقدر اعمل عملية ديليت كده بمسح المحتويات. في عندي جزئية تانية بقدر اعمل بيها عملية الديليت او الكلير. هضغط من قائمة edit هقول له حاجة اسمها كلير. عندي في الكلير قول هيمسح كل حاجة الفورمات بالكلام اللي جوه. هعمل undo تراجع، يعني لو عايز اعمل تراجع عكس طبعا هضيف له ريدو زي ما اتعلمنا في برنامج الوورد. لو ضغطت له دلوقتي من قائمة edit وقلت له بدل كلمة all هقول له format، يبقى كده بيمسح التنسيقات فقط.
لو ضغطت من قائمة edit وقلت له clear، ومن ناحية حاجة اسمها contents بتعني بالنسبة لي المحتويات فقط، يعني هيسيب لي هنا التنسيقات زي ما هي. عندي من قائمة edit clear حاجة اسمها comments. كومنت طبعا بيعني بالنسبة لي تعليق. طب انا في البداية اضيف تعليق ازاي عشان اعمل له عملية ازالة؟ اضغط رايت كليك واقول له انسرت كومنت. اقدر دلوقتي اضيف اي تعليق، اقول له مثلا زيادة المبيعات او اكبر قيمة مثلا. اكبر مرتب، ده كومنت انا حاطه. لو محتاج اعمل له عملية حذف هضغط من قائمة edit clear comments. زي ما لاحظنا كده فعلا قدرت اعمل عملية حذف للكومنت اللي موجود. هنبتدي نتعامل على بعض العناصر البسيطة. لو انا حابب ان انا اعلم على كل الخلايا دي في وقت واحد هضغط على اول خلية على الرينج بتاعها واعمل عملية مع السحب، يبقى انا كده بعلم او بسلكت على رينج من الخلايا. طب لو عايز اعلم على صف مثلا ايه، هضغط من فوق على الليبل بتاعه على الصف بي على الصف سي. طب انا واقف على ايه وعايز اعلم على مثلا على الصف اي، يبقى ايه وايه في نفس الوقت، هضغط على زرار الكنترول من الكيبورد. طب محتاج اعلم من ايه لحد ايه، انا دلوقتي واقف على الاي هاجي على الاي وانا داي شيفت. نفس الشيء بالنسبه للصفوف، ممكن انا دلوقتي واقف على الصف 2 وعايز اعلم على الصف 8 هستخدم زرار كنترول. ممكن دلوقتي انا واقف حاليا على 2 وعايز اعلم على 8 هدوس شيفت من الكيبورد. قبل مثلا الصف رقم او قبل العمود بي انا محتاج اعمل عمليه انسرت الرو. هضغط هنا على العمود اللي انا عايز اضيف عمود قبلي وليكن عمود الاسم، واضغط من قائمه انسرت هقول له منها حاجه اسمها كولم. يبقى انا ضفت عمود، محتاج انا اعمل له عمليه ديليت رايت كليك وهقول له ديليت. لو محتاج اضيف صف فوق الصف رقم 3 هعلم سيلكت الاول على الصف رقم 3 واقول له انسرت روز. محتاج اعمل له عمليه ديليت رايت كليك وهقول له ديليت ديليت. يبقى زي ما احنا ملاحظين كده قدرت اعمل عمليه تحكم في الجداول في الصفوف والاعمده اللي موجوده، اضيف او اعمل عمليه حذف. محتاج ازود شويه العرض بتاع الكولم ده او العمود ده، ممكن اضغط على الخط الفاصل ده واعمل عملية سحب، يبقى ده بشكل يدوي. محتاج اقلله هضغط على الخط الفاصل واقلله او استخدم خاصية الاوتوفيت. دي كده كانت مقدمة بسيطة او محاضرة الاولى في برنامج الاكسل. هنبتدي بقى المحاضرة الجاية ان شاء الله نتعرف على بعض المعادلات ونبتدي استخدامات الاساسية للبرنامج.